نعم سلمى، وختام مسك اليوم معنا مع أيضا أصوات حلبية. البعض بيدرس موسيقى والبعض اختصاصات تانية. اليوم رح يرافقونا أيضا بختام صباحنا الحلبي، طبعا من مطعم وحمام باب الأحمر اللي بيطل على هيك المعلم اللي بنحبه كتير نحن، قلعة حلب. أكيد زينب، خلينا نرحب بضيوفنا لليوم. رضوان ناولو، عازف قانون وطالب بكلية الهندسة الكهربائية والموهبة بالغناء حمودة سلطان، معهد تربية موسيقية وأعداد مدرسين. بلال آغا، أيضا موهبة بالغناء. وزين العابدين، وهو عازف إيقاع ويدرس اقتصاد. وأشرف يحيى شمس الدين، عازف عود ويدرس هندسة عمارة. والشابة نادين عرفة، تدرس معهد تربية موسيقى. أهلا وسهلا فيكم ويسعد صباحكم الله جميعا. يحفظك يا رب. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا الله فيكم. يسعد يعني كان اوقاتك يا لازم رب. ترفعوا ايديكم لما سلمى تذكر الاسماء، ما شاء الله كتار. ما عرفنا غير الصبية شو بتدرس. رضوان، رح نبلش معك، تحكي لنا عن هوايتك بالعزف. مع انه يمكن انتم متنوعين مثل ما قلنا بالمقدمة، بعضكم مختص موسيقى، بعضكم اختصاصات تانية، لكن مظبوط دائما الموسيقى هي موهبة يعني تنفصل عن مظبوطة. الدراسة الأكاديمية. خبرنا عنه، خاصة انك بتعزف قانون. هلا بداية يعني معلوم بمدينة حلب دائما الغناء والعزف فيها موحد. نحن أبناء مدينة حلب القديمة، فيعني ربينا على الأصوات الحلبية الأصيلة وربينا على أصوات الآلات الشرقية الحلوة. فأنا من 3 سنوات كان اختيار الآلة لآلة قانون. طبعا بحب أوجه تحية لوالدي، هو سابقا كان عازف قانون، فهو حاب يختار لي هاي الآلة وتابع معي بإشراف يعني بإشرافه، والحمد لله وصلت لمرحلة كثير منيحة. بشكر كل يعني اللي ساندوني أكيد. رضوان، بهالطريقة. كيف تعرفتوا على بعض؟ أنتوا فرقة ولا اليوم أول يوم تجتمعوا ولا من زمان تشتغلوا مع هلا بعض؟ نحن مجتمعين مع بعض، نحن بمعهد صباح فخريم بإشراف الأستاذ عبد الحليم حريري. نحن عاملين فرقة جامعة حلب الموسيقية، بتضم تقريبا شي 45 بين عازف ومغني وكورال، وشاركنا كتير عدة حفلات في كل جامعة حلب. ومن هالبروفات هاي تعرفنا على طبعا بسنة اتحاد الطلبة، طبعا بتشكرهم كلهم اني جمعت هالمواهب كلها بمقعة واحدة وعملنا نقدر نعمل شغلة هيك صغيرة بالجامعة. نعم، يعني لكن بدنا نسمع منكم شيء، ما راح تمر هيك، يعني نسمع كمان شيء من شغلكم ونشوف هيك التناغم مع تكرم. بعض. مين راح يبلش؟ اليوم معنا 3 مواهب بالغناء، مين بيحب يبلش؟ نادين تفضل. Thank you.
يعني كتير حلو، مع انه حاولت كل حدا يبين بالرغم من وقتنا انه شوي تضيق، بس كتير حلو التناغم بيناتكم، خاصة انه في عود وقانون، هي من الآلات فعلا العربية والحلبية الموجودة دائما. نعم. بكل أغنية. شاركتوا كتير كمان مشاركات، صحيح؟ مين حابب يكمل؟ إذا حدا حابب يشارك كمان، حابب تشارك؟ شاركتوا بالمشاركات كتير؟ كان عندكم مشاركات كتير؟ كان في عنا بالاتحاد الطلبي ومعهد صباح فخري وكتير فعاليات وأماكن كان فيها مشاركات. طيب خلينا نسمع كمان صوتك. وفوق النخل فوق يا فوق النخل فوق وبرنا ما تدا يا ضمدر القمر فوق والله ما ريدا بالي يعطيكم ألف عافية. واليوم نحن هيك مثل ما حكينا معنا طلاب جامعيين من مختلف الاختصاصات، اختصاصات علمية واختصاصات أيضا بالموسيقى. وبلال كمان خلينا كمان اليوم نسمع، نلحق نسمع صوتك إذا في مجال. Thank you.
جاءت معذبتي في غيهب الغفر إننا الكوكب الدري في الأفق جاء قلت نورتيني يا خيرة زائرة أما خشيت من الحراس في الطرق فجاوبتني ودمع العين يسبقها فجاوبتني ودمع العين العين يسبقها من يركب البحر لا يخشى من الغرق
الصين قوم العاري وارميني يا من الفنجان الصيني يا من كل شمع طيعيني والوقت الصاير حرية يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام والله الليل ما بنام يا مسعدك الصبحية ما طلعت الفجر يا سعدك صبحية ما طلعت الفجر الصوت يا بلال يعني عن جد حلو انه يكون في هالتناغم بيناتكم وبين حتى الالات مع انكم انتم ما انكم كلكم دارسين موسيقى كمان كيف تدربت صوتك يعني كيف عم تحاول خاصه انه الخدود الحلبيه بدها كثير تدريب وصعبه وبدها مخارج حروف كمان صحيحه بدايتي كانت في كورال حلب الوطني عند الاستاذ الكبير احمد خياطه إله معزة بقلبي كتير 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 لأنه هو كان دائم الأساسي بالفن نعم حلو كمان يعني إذا بنقدر نعطي المايك نسمع منك هيك كلمة صغيرة أنت يمكن تدرسي موسيقى مظبوط خريجة معهد التربية الموسيقية خريجة معهد التربية الموسيقية احكي شوي هيك قد ايه بتساعدوا بعض يعني اللي بيكون دارس موسيقى ممكن يساعد الثاني وخصوصا الأستاذ عبد الحليم الحريري كمان معكم بيعطيكم توجيهات باعتباره موسيقي ومايسترو وعازف أيضا هلا بنساعد بعض مثلا الغنية الفلانية ما زبطة معي باخذ آراء مثلا أحمد آراء مثلا رضوان بدي الدخلة شلون أدخل بالغنية كيف أعطيني رأيك كيف مثلا أو أستاذ عبد الحليم كمان نوجه له تحية كمان بيعطي إرشاداته مثلا نادين افتحي تمك أنت عم تغني نادين انتبهي طبعا الشغلة الأساسية إنه تفتحي تمك منيح مشان يطلع الصوت ممتاز ف انه الحمد لله انه وصلت بهالموهبه ورب العالمين اعطاني اياها الحمد لله نحن رح نسمع اغنيه ختاميه منكم اكيد بس لما نشوف رويدا كمان شو صار مع رويدا وين وصلتي؟ رويدا عم ترسم عم ترسم لساتها عم ترسم تمام لساتها عم ترسم رويدا هلا هي لسه بلشت فيها هلا شخصيه حلوه مبلشه فيها وهالرسمه هون خالصه كثير حلوة هي عن الكريسماس أعياد الميلاد هلا هاي برسم الخيطان هاي خالصة حلوة كثير وهي لسه عم تعمل اياها اوكي يلا هلا بنلحقها وإذا ما لحقناها بكرة بنستعرضها مع الرسمات الختامية رح تكون رح تكون معنا أما هلا زينب خلينا نختم حلقتنا وبعدين نترك الشباب يختموا لنا غنية تكون هي مشتركة لنختم فيها صباحنا لليوم أكيد يا سلمى صباحنا اليوم كان من مطعم وحمام باب الأحمر يمكن أنا وياكي كل سنة نجي نزوره ونشوف شيء جديد بهذا المكان وخاصة بالمكان المحيط بقلعة حلب صحيح. دائما عم نشوف شيء أشياء جميلة وحلوة وكل سنة عن سنة عم تتطور إن شاء الله يا رب دائما حلب تضل هيك وأكيد نقول إن شاء الله نكون قدمنا لمشاهدينا كل الفائدة والمتعة بحلقتنا وأكيد بكرة كمان انطرونا بذكرى الخامسة تحرير حلب بحلقة خاصة جدا ونحن بنتمنى لكم يوم كتير حلو باي باي ونهارك سعيد سلمى نهارك سعيد زينب ولسه نحن اليوم مشوارنا رح يكون عندنا محطات من الشغل والتحضير لحلقة بكرة. ما عم نحس بالوقت بصراحة عم يخلص النهار بسرعة عم يخلص النهار بسرعة لسه ما شفنا كل حلب لسه ما شفنا كل حلب بنتمنى بس نكون من خلال هذا الجهد وطبعا أكيد لفريق العمل كله كادر الإخبارية السورية اللي عم ينطلق بتغطياته من الصباح الباكر إلى حوارات المسائية طيلة النهار عم نرافقكم كون قدرنا نقدم ولو شوي عن هالمدينة الحلوة حلب الشهبة أكيد بكرة بحلقة جديدة من الانتصار وبمكان تاني بدنا نشكر استضافة مطعم باب الأحمر لكادر الإخبارية خلال تواجدنا وأكيد خلينا نسمع منكم شيء ختامي
تاني واشتريت.